دخان حلال ولا حرام؟ سموكينج حلال ولا حرام؟ ضار هذا؟ ضار. وبالتالي بعض الناس سيقول لك ان العلامة البيجوري في الحاشية قال انه مكروه. نعم انا اعرف انه قال انه مكروه، انا اعرف. نعم انا اعرف انه قال انه مكروه، لكن لم يكن الضرر ظاهرا في زمانهم. اليوم تكاد كلمة الأطباء بل كلمة من يصنع الدخان ويبيعه تتفق على ضرره، واضح؟ فأصبح الضرر محققا. وحين يصبح الضرر محققا لو سألت الإمام البيجوري لقال لك حراما، لقال هو حرام، واضح؟ إذن كلام العلامة البيجوري يحمل على أنه لم يظهر لهم في زمنهم الضرر المتحقق. وإلا هنالك من الفقهاء من يقول إنه مباح، منهم من يقول إنه مكروه، منهم من يقول إنه حرام، والقول بالتحريم أقوى، بل ويخرج على قواعد المذهب، وقد قال به بعض فقهاء المذهب أيضا. فليس هنالك إجماع في المذهب أنه مكروه، واضح؟ فإن العلامة عبد الرحمن المشهور صاحب كتاب بغية المسترشدين من فقهاء حضرموت نص على تحريمه في بغية المسترشدين، فهمتم؟ واضح بارك الله فيكم. نعم. وكذلك العلامة علي بن عمر باكتي في مختصر الفتاوى، فتاوى بن حجر، نص على تحريمه. بل إن العلامة ابن حجر له رسالة في تحريم القات. تعرفون القات؟ هذا موجود في اليمن. والقات أقل ضررا من الدخان. بن حجر يرى تحريم القات، من باب أولى يرى تحريم الدخان. له رسالة اسمها تحذير الثقات من الكفتة والقات.